تدي حقه نادي افريقي. الكلوب تاعو يظهر لي انا يقدر يكون القرار الاسلم، لانه في تجاربه هو مع النادي الافريقي في 90 في 99 في 2011 ما فماش افكتيف كل مره، خاطر الكلوب يلزم برشا ربط، برشا برشا ربط، ويظهر لي مع شويه انتدابات مع فوزي بنزرتي شوي ام يلزم الجمهور يصبر برشا. عصام خاطر حكى ماكر مع صاري، خاطر ما فماش الكاليتي في النادي الافريقي، هذه الحقيقه. هي حكينا احنا من الاول حتى البطوله التونسيه بكبراتها الكل ما عادش فما الكاليتي، قل ونادر. النادي الافريقي مشاكله معروفه. انا خيرت العام الصعب نتاع العام اللي كان النادي الافريقي فيه يلعب على تفادي الهبوط لاخر جوله، صارت على الكبارات الكل في تونس وتصير في العالم يا جماعه. ما ادراك الميلان سي ولعب في في في, في الدو وفي في في في. كنت نتمنى انا وقت النادي الافريقي وقت لنسك الاولاد الصغار كان يكمل معاهم ويصبر. شنو يصير في الكلوب؟ استعجال النتيجه، ما يصبروش على عام عامين ويقلقوا، عاود هدم البنيه وعاود فسخ من جديد ونعاود واحد. شنو نقعدوا خيار انه ترجع للحرس القديم او الماضي باش يزيد يضيع سنوات على النادي الافريقي. النادي الافريقي عنده كان خيار مؤلم ووحيد، هو النادي الافريقي شعبيته تكبر والقابه قاعده تنقص. قعد 10 سنين من 80 ل 90 ما يصح حتى تيتر، ما ماتش النادي الافريقي. تعد بطولة 96 2008 ما ماتتش الكلوب. دونك الجو تبدل والفيسبوك والبريسيون والضغط، لكن الجمهور اللي يحب الكلوب واللي ضحى برشا وصبر برشا وجمعية كانت على باب الاندثار لولا جمهوره، ما غير شعبوية تستنى 3-4 سنين وتركب جمعية صحيحة وموجين وسوليد وتتنظم إداريا باش تقعد هكا، باش تقعد تعمل دومي فينال فينال كوب شامبيونا ما تشمهاش، لانه فما واقع فما امكانيات سواء بشريه او ماديه. ما تنجمش.